اخوانكم جمعت هنايا، جمعت في البيت وعندي الحوايج ديال السفر في بلاصه فين عندي حوايجي وديك الشيء. كنستف ما عرفتش الستوري واش غندخل ولا لا، حيت ما كيعجبنيش نبان هيدا وما كيعجبنيش كل حيت كل واحد وكيفاش كيفهمها. دابا حنا كنرجعنا الى خصنا نعملو شي حاجه خصنا نعملوها على الناس، اما دابا انا احساسي كيقول لي خصك تدخل ستوري يعرفوا الناس احساسك. انا ماشي سهله عليا في الدار بوحدي، كل بلاصه كتفكرني في اي حاجه خاطر انا كل ما قدر نعمل والو. كنجمع غير باش نرتاح وصافي، كنجمع الدنيا وصافي. عرفت شحال انا كنتهرب من هاد الستوريات باش ما نبين لكم شي الدمعه ديالي، حيت انا واحد الانسانه كنقول اللي فيهم كافيهم هاد الناس اللي كيتفرجوا، اللهم نعطيهم شي حاجه يستافدوا منا. مره ينوضوا يعملوا حاجه، مره يسافروا لشي بلاصه، كل مره وشنو بكي كنخلي انا مخد كنشبع مخد هايدا وكنبقى نغاوت كنبقى نغاوت الله اللي خلقني. كنبقى نقول انا ملي عاقلت على راسي وانا كنبكي وانا مدمره وانا حالتي حاله ولكن بزاف كنعمل اليوتيوب، نعمل شي حاجه نسلها كنجبر راسي مصوره في اليوتيوب، كنعمل انستغرام كنجبر كلشي كيهضر. غدا انا اي بلاصه كتفكرني في اي حاجه عملها مزيونه صعيب بزاف بزاف. انا عندي عائلتي، انا عندي خوتي، انا عندي خاي كيشوفني وانا ما يبغيش يشوفني في هذه الحاله، ومسكين هو ديجا سونسيبل وشايفني شحال تعذبت في حياتي وكنقاوم. عندي بنتي الله يخليها لي يا ربي، لاي واحد كيبغي يدقني منها هي بالضبط. عندي واحد اكسبيريونس دازت في حياتي، اي واحد كيطلق في هذه الحياه الا ما يكونش يطلق اصلا حتى هي كيتكيو عليها فيها، حيت الانسان اللي مطلقه صافي كيخرجوا عليها اي حاجه ومن حق الناس يتيقوا، فهمتوا؟ دونك دابا كنعاود نفس الحاجه، لا يفرجها انا نمشي نجمع ونصور لكم جمعات. شوفوا انا كملت ديك الجهه، المهم عدلت وصافي. قالت لي هاد الجهه هادي استسفيها بارفانات اللي كانوا عندي، وباقي عندي سخره نتاعي ديالي ديال السفر، بقي ما طلعت شي بزاف ديال الحاجات. مي المهم رتبت هاد الشيء مزيان، انا دابا غنلبس عليا غنخرج ناكل شي حاجه. وجاتني لا كوموند ديالي ديال كافاييس، كتعلق قلو على كافاييس، اول خدمه خدمتها في حياتي هي كافاييس. ما يمكنش خديت لي جيل دوش كاملين، هادو البشره الحساسه، جيل لافون حتى هو ديال اللحام، الكريم هيدراتون. المهم كيجي هذا وكيجي مع هاد لا تروس فني، وانا كتحمق هاد الكولور وصافي. انا نلبس عليا ونتلقاو. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.